السلام عليكم. اليوم نكمل موضوعنا السابق اللي هو linear second order differential equation. بصورة عامة linear second order differential equation إلها صيغة y double prime زائد bxy prime زائد qxy تساوي rx. هذه standard form لكل المعادلات linear second order differential equation. مثل ما قلنا سابقا second order نقدر نقسمها إلى قسمين، homogeneous و non-homogeneous، اعتمادا على ال Rx. عندما ال Rx يساوي صفر المعادلة تكون homogeneous، عندما ال Rx لا تساوي صفر المعادلة تكون non-homogeneous. اخذنا حل المعادلة ال homogeneous اللي قلنا تقسم ايضا الى قسمين with constant coefficient with non-constant coefficient. اليوم راح ناخذ ال non-homogeneous اللي هي بيها ال Rx لا يساوي صفر. حل المعادلة non-homogeneous أيضا يعتمد على حل المعادلة homogeneous. شلون؟ راح نقول الحل الـ complete solution للمعادلة هذه يساوي c1y1 زائد c2y2 زائد capital Y. هذا حد جديد طلع لنا، راح نتعلم شلون نحسبه. يعني حل المعادلة non-homogeneous يساوي حل المعادلة الهوموجينيوس اللي هي مثل ما تعلمنا سابقا، حل المعادلة الهوموجينيوس شي يساوي C1Y1 زائد C2Y2 زائد حل جديد نصيح له بارتيكولار انتجرال. بارتيكولار انتجرال اليوم راح ناخذ شلون نحسب هذا البارتيكولار انتجرال، على اعتبار هذا الحد C1Y1 زائد C2Y2 احنا ماخذيه سابقا. طبعا هذا الكومبليت سوليوشن اللي هو يساوي C1Y1 زائد C2Y2 زائد particular integral بإثبات اللي هو أنا مشروح لكم. هذا الإثبات يعتمد على أنه هذا الحل يحقق المعادلة non-homogeneous، وأيضا هذا الحل الكلي يحقق المعادلة أنهم نعوضهم اثنيناتهم ونجري مجموعة اختصار، بالأخير يطلع ال complete solution non-homogeneous linear second order يساوي y complementary زائد particular integral، بحيث ال y complementary اللي هو حل المعادلة الهوموجينيوس يساوي c1y1 زائد c2y2. ناخذ ال non-homogeneous linear second order with constant coefficient. non-homogeneous linear second order with constant coefficient. هذه صيغة للمعادلة non-homogeneous. صيغة ثانية اللي هي نفس الصيغة الأولى الـ y double prime زائد bx y prime زائد qx y اللي هي هذه y double prime زائد bx y prime زائد qx y تساوي rx. عندما تكون الـ qx والـ px ومعامل الـ y constant نقدر نكتبها بهذه الصورة a y double prime زائد b y prime زائد c y تساوي r x. هذه ايضا standard form على اعتبار معاملات المشتقات وال y هي constant اللي هي ال a وال b وال c. هذه حلها هو نعرف ال y تساوي y complementary زائد particular integral y يساوي c 1 y 1 زائد c 2 y 2 زائد particular integral. هسه نجي للبارتيكولار انتجرال بصورة عامة. اكو طريقتين لاستخراج البارتيكولار انتجرال اللي هي الميثود اوف فاريشن اوف باراميترز، وعندنا طريقة ثانية اللي هي الميثود اوف انديترمينانت كوفيشنت. راح نجي للطريقة الأولى. الطريقة الأولى هذه المعادلة العامة اللي هي y دبل برايم زائد bxy prime زائد qxy تساوي rx. قلنا ال y complementary يساوي c1y1 زائد c2y2. هاي الطريقة اش تفرض؟ راح تفرض ال particular integral يساوي فالدالة u1 في ال y1 زائد دالة u2 في ال y2، يعني تقريبا نفس هاي الصيغة، بس ال c1 راح تصير y1 راح تصير دالة مو ثابت بدلالة ال x، والسي 2 راح يصير يو 2 دالة ايضا للاكس. فالحل مال هذه الطريقة يعتمد على استخراج
السي 1 على استخراج اليو 1 واليو 2. اليو 1 واليو 2 نقدر نجيبهم من هاي المعادله يو 1 واليو 2. هذه اليو 1 نجيبها من هنا العفو، هذه اليو 1 نجيبها من هاي المعادلة، وهذه اليو 2 نجيبها من هاي المعادلة. اليو 1 برايم تساوي ماينس يو 2 على يو 1 على واي 1 يو 2 برايم ماينس واي 1 برايم في يو 2 مضروب الكل في الار اكس. طبعا هذه واي مشتقة، معناها بعد ما نستخرج نكتب هذين الحدود ان كامل حتى نطلع اليو 2. وهاي اليو 1 اليو 2 برايم ايضا نفس الحالة، ان كاملها على مود نستخرج اليو 1، نجي نخليهن هنا نقول الكابيتال واي يساوي يو 1 واي 1 زائد يو 2 واي 2. طبعا اشتقاق هذين المعادلتين موجود هنا تقدرون تطلعون عليه، ايضا يعتمد على هذا الحل يحقق الستاندرد فورم. فنجي نشتقه مرة ومرتين ونرد نعوضه مجموعة اختصارات نتوصل الى هاي المعادلتين. اذا عندنا دالة اذا عندنا differential equation لو فرضا عندنا هذه المعادلة نريد نشتقها، لو فرضا عندنا هاي المعادلة differential equation y double prime زائد y تساوي secant x secant x find the complete solution find the complete solution. هذه المعادلة أول شيء نشوف نوعها، هذه non-homogeneous لأن بيها ال rx يساوي secant x with constant coefficients with constant coefficients. إذن نقول الكابيتال واي الواي كومبليمنتري يساوي واي كومبليمنتري زائد بارتيكولار انتجرال. حل هاي المعادلة الواي يساوي واي كومبليمنتري زائد بارتيكولار انتجرال. الواي كومبليمنتري اللي هو شنو حل من حل المعادلة نون هوموجينيوس، يعني كأنما نحل هاي المعادلة بس هذا يساوي صفر بس هذا يساوي صفر. فهسه إذا شلنا فعندما هذا يساوي صفر هاي هوموجينيوس with constant coefficient حلها نحولها إلى صيغة الام اللي هي الام تربيع زائد واحد هنا يساوي صفر. تقدرون تشوفون المحاضرة السابقة هاي شلون صارت. نجي نحلها الجذر الأول والثاني يساوي زائد ناقص i، عندما الحل يكون بـ complex number الـ y complementary راح يساوي capital I cosine x زائد capital B sine x. هاي ما أرجع عليها باعتبار احنا ما أخذيها. عندنا الـ y complementary طلع اللي هو حل الـ homogeneous equation. هسه نريد الكابيتال واي، الكابيتال واي حسب طريقة الفاريشن اوف باراميتر ايش راح يساوي؟ راح يساوي يو 1 كوساين اكس زائد يو 2 ساين اكس، يو 1 كوساين اكس زائد يو 2 ساين اكس. هسه راح نحسب اليو 1 واليو 2، راح نحسب اليو 1 واليو 2، اليو 1 واليو 2 بهم معادلة اللي هي مثل ما شفناها سابقا اللي هي هاي. هاي اليو 1 من هنا نجيبها واليو 2 نجيبها من هنا، بس مجرد نكمل هاي الحدود بس مجرد نكمل هاي الحدود. هذا المقام عادة نستخرجه بالبداية حتى نسهل عملية التكامل، نقول عليه دبليو واي 1 واي 2 اللي هو الرونس كين خذناه بداية المحاضرة السابقة، هو نفسه هذا الحد يساوي يو 1
y2 برايم ماينس u1 برايم y2. طبعا ال y1 منين نجيبه؟ هذا ال y1 هذا ويساوي كأنما c1 y1 زائد c2 y2 c2 y2 معناها هذا الحد y1 وهذا الحد y2 نجي فقط نعوض بالمعادلة ال y1 هذا كوساين x ال y2 برايم عندنا ال y2 بس نشتقه يصير هم كوساين ماينس ال y1 برايم عندنا هذا ال y1 بس نشتقه ماينس ساين x وال y2 هذا نفسه نجيبه هنا هذا نحسبها يطلع كوساين تربيع زائد ساين تربيع اللي تساوي واحد نيجي وين نعوضها بالمعادلة كأنما هسه احنا استخرجنا المقام هذا المقام ماينس y2 عندنا والار اكس عندنا فقط نعوضها هنا تطلع لنا اليو 1 برايم اليو 1 برايم تطلع تساوي ماينس ساين اكس على واحد واحد على كوساين اكس هاي اليو 1 برايم نكاملها على بد نحصل اليو 1 اذا اليو 1 تساوي تكامل هذه الدالة تطلع لنا ابسوليوت كوساين اكس اليو 2 نفس الحالة نفس الطريقة تطلع تساوي x إذن البارتيكولار انتجرال هذا ايش راح يساوي اليو 1 حسبناها اللي هي هاي كوساين x زائد يو 2 اللي هي هاي x ساين x يطلع هذا الحل الكمبليت سوليوشن المعادلة المطلوبة هذا البارتيكولار انتجرال تيجي تقول ال y يساوي y complementary زائد particular ال y complementary اللي هو هذا وال particular integral اللي هو هذا نجي فقط نعوضهن يطلع ال complete solution لل non homogeneous هذني مجموعة أسئلة أربع differential equations أريدكم تحلوهن وإذا واجهتوا أي صعوبة بهم اسألوني هذني تكاملات احتمال تستفادون من عندهم تكامل السيكنت الكوسيكنت الكوتان اكس احتمال تحتاجوهم هنا هسه نجي للطريقة الثانية اللي هي الميثود اوف انديترمينت كوفيشنتس هذه الطريقة شو تقول تقول انه البارتيكولار انتجرال راح يساوي راح يشبه الـ Rx أو مشتقاته راح يشبه مجموع الـ Rx أو مشتقاته شلون؟ قبل ما يعني لو الـ R نشرح موضوع اللي هو polynomial نعطيكم فكرة عنه عادة بالرياضيات تمر عليكم هيك مسائل مثلا نقول X تكعيب على سبيل المثال مثلا 3X تكعيب زائد 5 x تربيع زائد x زائد 2 مرة عليكم هيجي x أس 6 زائد 3 x أس 4 زائد x زائد 1 هيجي حدود نصيح لهن polynomial اللي هن يبدأ من ال x أس positive number ويبدأ يقل الى ان يوصل الكونستانت هذا النصيح لهم مو شرط مثلا x تكعيب x تربيع x كونستانت احتمال x اكو مع يعني حدود تجيكم x تكعيب وراها x مباشرة فالثابت هذا النصيح لهم polynomial الاس مالتهم يكون دائما positive نصيح لهم polynomial فهسه نرجع للأندترمينت كوفيشنتس اللي هي تقول البارتيكولار انتجرال راح يشبه الـ Rx أو مشتقاتها مجموع مشتقاتها فإذا عندنا بولينوميال من الدرجة N طبعا هي نفس هذه
هذه نقدر نكتبها polynomial. هذا أعلى أس بي 3 نقدر نكتبه 3 للإكس. نقدر نكتبه بهذا polynomial من الدرجة الثالثة لأن أعلى أس بي 3 هذا polynomial. من الدرجة السادسة للإكس. polynomial من الدرجة السادسة للإكس ليش؟ لأن أعلى أس بي 6 ويقلن يقلن positively إلى أن يوصل constant. إلى أن يوصل هذا نسميه polynomial. هذا نسميه polynomial. فإذا الـ Rx صاير بهيج صورة قصدنا أو هيج صورة. فإذا عندنا polynomial الـ Rx يكون على شكل polynomial راح البارتيكولار انتجرال ايش راح يساوي؟ راح يشبه هذا الـ Rx، راح نفرضه يشبه هذا الـ Rx. فايش راح نقول؟ هذا الـ Rx اعلى درجة بي ان نخلي x اس n، نخلي يمها كونستانت a سب n، a يعني مو مضروبة بسمول n، كابيتال a سب n، هذا يعني كليته كونستانت. هذا فد رقم معين كونستانت في x اس n، زائد فد رقم ثاني a سب n ماينس واحد مضروب في x اس n، راح يقل هذا ال n راح يصير n، يقل الى ان يوصل ال x اللي هو الاس مالته واحد ويا ثابت اي واحد زائد كونستانت اي نوت كونستانت اي نوت كونستانت. هذا كانما الـ Rx أو مشتقاته أو مجموعة مشتقاته، وهسه راح نشوف بالمثال شلون. فإذا عندنا الـ Rx صاير على شكل polynomial، على شكل polynomial رأسا نقول الـ particular integral يساوي هذه الصيغة، يساوي هذه الصيغة. يعني إذا الـ x تكعيب، يعني الـ Rx بي مثلا x تكعيب، راح نبدي أي 3 x أس 3 زائد أي 2 x أس 2 زائد أي 1 x أس 1 زائد أي 0 x أس 0 اللي هو 1، يعني كأنما هذا constant وإلى آخره. وصراحة نشوف بالمثال. إذا عندنا الـ Rx يساوي exponential في polynomial، exponential في polynomial، exponential small a x، هذا الـ a constant يعني constant. فإيش راح نقول؟ راح نقول الـ particular integral يساوي exponential نفسها في البولينوميال اللي هو كتبناه مثل هاي الصيغة. إذا عندنا الـ Rx exponential في بولينوميال في ساين، exponential في بولينوميال في ساين، يعني حد لا على التعيين ب مثلا exponential 2x x تكعيب ساين 3x، يعني إيه هيجي أكو ضرب بيناتهم. فإيش راح نقول الـ particular integral إيش راح يساوي؟ exponential في ساين، هذه الـ exponential في هذا الساين في البولينوميال، في البولينوميال. طبعا أعلى أس بالبولينوميال لازم نفس الأس مال هذا الأكس اللي هنا، زائد إكسبونينشال في كوساين في بولينوميال ثاني، بس راح نخلي بي بي ان، بي ان مو اي ان، على اعتبار ثوابت غير ذن الثوابت. يعني هذا نفس شكل هذا، بس الاي راح نبدلها بي على اعتبار polynomial ثاني، بس الكوفيشنت مالته تختلف عن الكوفيشنت اللي هنا. اذا عندنا exponential في polynomial في كوساين يطلع نفسه، مو ساين يطلع نفسه بنفس الشيء ما يأثر. اذا عندنا فقط exponential راح نقول particular integral تساوي constant a في exponential نفسه. إذا عندنا ساين أي إكس فقط ساين، يعني الـ Rx 3 ساين إكس 3 ساين 10 إكس إلى آخره، إيش راح يكون الـ particular integral؟ constant في ساين زائد constant آخر في كوساين. شوفوا الـ A نفسه هذا هنا اللي هو نفسه هذا الـ A. إذا عندنا كوساين نفس الشيء، هما راح يصير A ساين زائد B كوساين إلى آخره. هاي الملاحظة هسه راح اشرح لكم اياها ويا المثال. خلينا نشوف هذا المثال، خلينا نشوف هذا المثال.
solve y double prime ناقص y prime ناقص 2y تساوي 4x تربيع تساوي 4x تربيع. هذه شلون نحلها؟ طبعا مثل ما علمتكم بالبداية نشوف نوعها، هذه non-homogeneous with constant coefficients بها ال rx يساوي 4x تربيع 4x تربيع. الحل مالتها شو يساوي؟ الواي يساوي y complementary زائد particular integral زائد particular integral. هسه اول شيء نحسب ال y complementary اللي هو حل ال homogeneous equation، يعني نحل نفس المعادله without rx، يعني هذا صفر كانه، فراح تبقى لنا y double prime ناقص y prime ناقص 2y تساوي صفر. شلون نحلها؟ نعرف حلها هذه المعادله، حلها شي يساوي يطلع c1 exponential minus x زائد c2 exponential 2x. هذا شوفوا شلون، لان احنا ماخذيها بالمحاضره السابقه. هسه نجي البارتيكولار انتجرال، هذا بارتيكولار انتجرال الار اكس هنا صاير على شكل بولينوميال 4x تربيع، ايضا بولينوميال بس x تربيع بولينوميال. شو راح نقول؟ البارتيكولار انتجرال يشبه ال rx ومجموع كل مشتقاته، مجموع كل مشتقاته. طبعا البولينوميال اذا هو باعلى اعلى اس مثلا 6، مشتقاته كلهن كل ما نشتقه راح ينزلن، الاس راح ينزل، الاس راح ينزل الى ان يوصل للصفر. معناها هو معناها هذا هذا يساوي هذا ومجموع مشتقاته. هاي تفسير ثاني الها. فهسه راح نقول الكابيتال واي اللي هو البارتيكولار انتجرال يساوي هنا على اس 2، راح نقول اي 2 اي 2 اكس تربيع. ليش؟ لان الار اكس على اس بي 2 زائد اي 1 اكس اس 1 زائد اي نوت زائد اي نوت. هذا البارتيكولار انتجرال، هذا البارتيكولار انتجرال. هسه شو نسوي؟ هسه شو نسوي؟ لازم نحسب قيم الـ A2 والـ A1 والـ A0. الـ A2 والـ A1 والـ A0، يعني شغلنا شلون نحسبهن؟ شغلنا شلون نحسبهن؟ شلون نحسبهن هذني؟ بما أنه هذا حل النون هوموجينيوس معناه يحقق المعادلة، معناه يحقق المعادلة. لذلك هذا لازم نعوضه هنا، لازم نعوضه هنا. شلون نعوضه؟ كابيتال واي نخليه هنا، هنا نحتاج مشتقة، راح نشتقه مرة أولى وراح نشتقه مرة ثانية. المشتقة الأولى نخليها هنا والمشتقة الثانية نخليها هنا، نوضحها أكثر. هذا نخليه هنا والمشتقة الأولى هنا والمشتقة الثانية هنا والمشتقة الثانية هنا. نجي نعوضهن يساوين 4x. نرتب الحدود، نرتب الحدود احتمال، نرتب الحدود اعتمادا على ال rx، اعتمادا على ال rx نرتب الحدود اعتمادا على، طبعا ذني بعد التعويض، هاي المرحله هسه بعد التعويض. نجي نطلع عامل مشترك من هذني الطرف الايسر، نطلع عامل مشترك، ناخذ الاكس تربيع من هنا، نطلع عامل مشترك اكس تربيع يصير صفر ماينص 2a2، ونطلع عامل مشترك x ونجمع الحدود اللي وياهن، والبقيه ثوابت نجمعهن سوا. هذن شي يساوون؟ كانما يساوون 4x تربيع زائد 0x، لان ماكو حدود هنا، زائد 0. كانما بولينوميال بالطرف الايسر يساوي بولينوميال بالطرف الايمن. اذا معاملات x تربيع بالطرف الايمن يساوون معاملات x تربيع، يعني هذا x تربيع يساوي المعاملات الاكس تربيع هنا، وعندنا معاملات الاكس اللي هن ذني يساوي المعاملات الاكس هنا، وعندنا الثوابت يساوي الثوابت اللي هنا. فنجي نحل ثلاث معادلات هنا، معاملات الاكس ماينص 2a2 تساوي 4، نكتبها هنا نحلها، نطلع من عدد a2 ماينص 2. هنا معاملات الاكس ماينص 2a2 ماينص 2a1
تساوي صفر. نكتبها نطلع من عندها الـ A1 يساوي 2. هنا الثوابت ذني يساوي الثوابت اللي هنا اللي هو صفر. نكتب هنا نطلع من عندها الـ A0. طلعنا الثوابت نرجع حين بالكابيتال Y اللي هو هذا كابيتال Y. الـ A2 عرفناه والـ A1 عرفناه والـ A0 عرفناه. إذن الكابيتال Y هذا 2x تربيع زائد 2x ناقص 3 ناقص 3. نرجع نعوضه بالحل العام اللي هو هذا الحل النون هوموجينيوس يساوي y complementary زائد particular integral y complementary حسبناه اللي هو هذا حل هوموجينيوس equation c1 exponential x minus c2 exponential 2x زائد particular integral هذا زائد particular integral. شوفوا هاي المعادلة النهائية الكومبليت سوليوشن مال هاي المعادلة كم ثابت عندنا هنا؟ عندنا C1 والC2 فقط. ليش؟ لأن أعلى أوردر 2 بما أنه هاي سكند أوردر إذن الحل لا الكومبليت سوليوشن المفروض يصير بي فقط 2 كونستانتس اللي هي C1 والC2. هذا مثال آخر y double prime minus y prime minus 2y تساوي exponential 3x رأسا احنا شو نقول الحل مالتها شو يساوي c1 y1 زائد c2 y2 زائد البارتيكولار انتجرال نجي نحسب هذا اللي هو الواي كومبليمنتري اللي هو حل هذه المعادله فقط without rx هذا على الطرق السابقه اللي ماخذيها الواي كومبليمنتري يطلع c1 اكسبوننشال ماينس x زائد c2 اكسبوننشال 2x زائد c2 اكسبوننشال x. هسه rx بس احنا بدنا نحل هاي المعادله اعتمادا على طريقه الانديتيرمينينج كوفيشنت. الار اكس هنا اكسبوننشال اذا البارتيكولار انتجرال اشرحها فرضا كونستانت في الاكسبوننشال نفسها كونستانت واحد في الاكسبوننشال نفسها. هسه نحسب هذا الكونستانت شلون نحسبه؟ هذا يحقق هاي المعادله نجي نشتقه مره نرد نعوض هنا نساوي الحدود الطرف الايمن نطلع عامل مشترك اكسبوننشال قصدي الطرف الايسر نطلع عامل مشترك اكسبوننشال 3 اكس هنا راح يصير يساوي كونستانت اللي هو 1 في اكسبوننشال 3 اكس تطلع لنا معادله وحده لان عندنا ثابت واحد فقط الاي يطلع ربع اذا البارتيكولار انتجرال ربع الواي يساوي كومبلمنتري زائد بارتيكولار انتجرال هذا الواي كومبلمنتري وهذا البارتيكولار انتجرال. هذه معادلة أخرى نفسها بس الـ Rx هنا ساين 2x الكومبليت سوليوشن كومبليمنتري معلوم حليناه حل الهوموجينيوس إيكويشن. يبقى الـ Particular Integral الـ Rx هنا يساوي ساين 2x إذا رأسا أقول الـ Particular Integral يساوي ثابت في ساين زائد ثابت في كوساين. طبعا هاي الاثنين هي نفس هذا ثابت في ساين زائد ثابت في كوساين. لو كان هذا كوساين نفس الشيء راح يصير هم اي راح يصير ثابت في ساين زائد ثابت في كوساين نفس الحاله هذا ايضا يحقق. فاشتق مره ومرتين وطلع قيم الثوابت اي وبي. هنا الطرف الايسر راح اطلع عامل مشترك ساين 2 اكس وكوساين 2x ايضا اطلع العامل من فالثوابت اللي ويا ساين 2x بالطرف الايسر تساوي الثوابت اللي ويا ساين x بالطرف الايمن اللي هي 1 والثوابت اللي بالطرف الايسر اللي ويا الكوساين تساوي الثوابت اللي بالطرف الايمن اللي ويا الكوساين اللي هي شقد قيمتها صفر ما عندنا كوساين بالطرف الايمن هنا فاذا شكو فإن كأنما هاي نقدر نكتبها زائد صفر
كوساين 2x. فبعد ما نعوض هنا البارتكولار انتجرال نسحب عامل مشترك ساين ونسحب راح يصير يمه ثوابت ونسحب عامل مشترك كوساين راح يصير يمه ثوابت. الثوابت اللي ويا الساين يساوي 1 والثوابت اللي ويا الكوساين بهذا الطرف راح يساوي 0. نحلهن راح يطلع ال A وال B نرجع نعوضه بالبارتكولار انتجرال هنا على ال A وال B. فالواي يساوي Y كومبلمنتري زائد هذا الواي كومبلمنتري وهذا البارتكولار انتجرال هذا البارتكولار انتجرال. هذه معادلة أخرى سول فقط Y دبل برايم تساوي هذا البولينوميال Y دبل برايم تساوي هذا البولينوميال. هنا الواي دبل برايم معناه ام تربيع تساوي صفر. حتى نحل هذا واي دبل برايم تساوي صفر. هاي هوموجينيوس سكند اوردر ديفرنشال اكويشن نحلها نقول ام تربيع تساوي صفر معناه الجذر الاول والثاني يساوي صفر. معناه الواي كومبلمنتري يساوي سي 1 اكس زائد سي نوت هاي شلون صارت ماخذيها بالمحاضرة السابقة. ال y complementary يساوي c1 exponential اللي هي بالضبط نفس هاي الحل الرئيسي مالتها نفس هاي ال y يساوي c1 exponential m1x زائد c2 exponential m2x. ال m1 هنا ال m1 ايش قد قيمته؟ صفر وال m2 صفر راح يطلع c1 زائد c2. بما انه ال c2 نفس ال c1 راح نضرب ال واحد من عندهم في x على مود يصيرن مختلفات اللي هي هذه بصورة نفس هذه الحالة. هاي حالة خاصة من قبلها هنا صفر وهنا صفر فراح تطلع c1 زائد c2x نرجع للمثال مالتنا. فهذا ال y complementary عندنا ال rx يساوي هذا البولينوميال معناها شنو؟ معناها البارتيكولار انتجرال يساوي هذا البولينوميال وجميع مشتقاته يشبهن يعني يشبه الحدود مالتن. فايش راح نقول؟ البارتيكولار انتجرال يساوي ثابت a2 ليش 2؟ لان اعلى اس 2 هنا a2x2 زائد a1x اس 1 زائد a0 هسه هاي اكو ملاحظة عليها هنا البارتيكولار انتجرال اذا تشوفون هذا الحد a1x هذا يشبه هذا الحد c1x ثابت في x وهذا ايضا ثابت في x. هذا c0 كونستانت هنا وهذا الa0 هم كونستانت. هذا ما يصير نشتغل عليه ليش؟ لان هذا الحل نفس هذا الحل. فش نسوي؟ راح نضرب الكابتر y كله في x ضربناه في x هنا فصار هذا تكعيب هذا صار تربيع هذا صار ويا x. هسه ايضا نجي نقارن هذا ويا الكومبلمنتري فش راح نشوف؟ راح نشوف هذا الحد وهذا الحد هذني مشابهات. ليش؟ لان ثابت في x وهذا هم ثابت في x معناه نفس الشيء ما سوينا حل. لذلك شو نسوي؟ هم نضرب هذه المعادله في x راح تطلع هاي المعادله شوفوا هذا x اس 4 ما عندنا هنا x اس 4 هذا تكعيب ما عندنا تكعيب هذا تربيع ما عندنا تربيع. اذا هذا البارتيكولار انتجرال الفاينل اللي اشتغل عليه البارتيكولار انتجرال الفاينل اللي اشتغل عليه. هسه اجي احسب قيمه الاي 2 والاي 1 والاي 0
مثل ما تعلمنا سابقا هذا يحقق المعادلة. عندنا على مشتقة اثنين وماكو شيء حدود يمها، لذلك مشتقة مرة ومرتين ناخذ المشتقة الثانية نعوضها هنا ونسحب عوامل مشتركة ونساوي الطرف الأيمن ويا الطرف الأيسر، يطلع عندنا الثوابت. نرجع نعوضها هنا يطلع الكابيتال واي، هذا يطلع هذا الكابيتال واي. إذا الواي يساوي واي كومبليمنتري زائد بارتيكولار انتجرال، هذا الحل النهائي، هذا الحل النهائي. إذا شو نستنتج هنا؟ إذا البارتيكولار انتجرال، إذا البارت أي حد من حدود البارتيكولار انتجرال يشبه أي حد من حدود الواي كومبليمنتري، الواي كومبليمنتري ما يصير نعتمد هذا البارتيكولار انتجرال، لازم نخالف. شو نسوي؟ راح نضرب في اكس، وايضا نشيك، وايضا نشيك البارتيكولار انتجرال ويا الكومبلمنتري. طبعا هاي الحاله ما صارت بالامثله اللي قبلها فما حكيت عنها، فهسه هنا صارت فلازم نتكلم عنها وشاير لها بهذه الملاحظه، وشاير لها بهاي الملاحظه. يعني لازم البارتيكولار انتجرال هذا اي حد من حدوده لازم ما يشبه الحدود اللي موجودة بال Rx. إذا صار تشابه راح نضرب بX ونشوف اختلف، إذا بعد مشابه راح نضرب بX ثانية، وهكذا إلى أن يختلف يلا اعتمده، إلى أن يختلف يلا اعتمده. هذا مثال أيضا، هذا مثال أيضا. solve y double prime minus 2y prime زائد y تساوي x exponential x minus exponential x. هذا الشيء يختلف عن القبلة ال rx. هنا ال rx متكون من جزئين، ال rx في بعض الأمثلة بعض المعادلات ال rx، بس شوفوا كل الأمثلة اللي أخذناها من قبل هذا ال rx polynomial كامل نقدر نعتبره، هنا ال rx فقط ساين، فقط ساين، هنا ال rx فقط exponential، فقط exponential. هنا ال rx ايضا في polynomial متكون من حد واحد. عندما ال rx يتكون من اكثر من حد بس مو مثل هذا، هذا polynomial نعتبره حد واحد كله. عندما ال rx يتكون اكثر من حد كما في هذا المثال، هذا المثال متكون من حدين، يعني هذا نقدر نكتبه الكابيتال y يساوي particular integral، أو بعدين نحكي على هاي، بعدين نحكي على هاي. هذا متكون من أكثر من حد، عندنا هذا جزء وعندنا هذا جزء وهذا جزء، هذه تختلف شوية عن القبلهم. فهسه الحل ايش راح يساوي؟ هم نفس الشيء الواي الواي الحل الكومبليت سوليوشن واي كومبليمنتري زائد بارتيكولار انتجرال، زائد بارتيكولار انتجرال. نحسب الواي كومبلمنتري اللي هو اعتمادا على هاي تساوي صفر، يطلع الجذر الاول والثاني واحد. الواي كومبلمنتري سي 1 اكسبوننشال ان زائد سي نوت اكس اكسبوننشال اكس اكسبوننشال اكس. شوفوا هنا هماتين يعني هاي ماخذيها قبل، احنا هما تضربنا باكس. شنو الفكره؟ انه لازم هذا الحد ما يشبه هذا الحد، هذا الحد. هنا لو ماكو اكس هو الحل، اذا جذر بصورة عامة الام 1 والام 2 اذا متوفرات نقدر نقول سي 1 اكسبوننشال ام 1 اكس زائد سي 2 اكسبوننشال ام 2 اكس، لكن الحد الاول ما يصير يساوي الحد الثاني. هنا بما انه عندنا الجذر الاول والثاني واحد فايش راح يصير؟ سي 1 اكسبوننشال 1 اكس زائد سي 2 اكسبوننشال 1 اكس، فما يصير، لذلك نضربه باكس، لذلك نضربه باكس، هيك راح يصير نضرب x. هسه ايش نجي للار اكس، نجي للار اكس. الار اكس هنا مجموع حدين، مجموع حدين، هذا نقدر نكتب له بارتيكولار انتجرال واحده، وهذا نقدر نكتب له بارتيكولار انتجرال واحده، وهذا نقدر نكتب له بارتيكولار انتجرال واحده. فهسه ايش عندنا؟ هذا اول بارتيكولار انتجرال وهذا ثاني بارتيكولار انتجرال، بحيث هذا
مال هذا وهذا مال هذا. فايش نجي هذا الاكس هذا كانه ما عندنا ار اكس يساوي بولينوميال في اكسبونينشال بولينوميال في اكسبونينشال فايش راح يساوي a1x exponential x a1x exponential فهذا ايش راح يصير اي خلينا نقول a1x اس 1 زائد constant زائد constant a not a not هذا particular integral مال اول حد مال اول حد ثاني حد ثاني حد exponential هو نقدر نكتبه في الثابت خلينا نقول مثلا a3 في exponential x طبعا هذا كله مضروب في exponential x في exponential x مضروب في exponential هسه هذا ذا نريد مبسطه هذا ذا نريد طبعا بيناتهم المجموع فإذا نقدر نطلع الـ e أس x من هذا من هذا راح يصير e أس x a1 x exponential x زائد a0 exponential x ومن هذا نفسه a3 exponential x هسه إذا نجمعهن إذا نجمعهن هذا ويا هذا إذا نطلع عامل مشترك exponential x بين هذا الحد وهذا الحد راح exponential x مضروب في أي ثلاثة زائد أي نوت اللي هو ثابت خلينا نعتبره أي خلينا نعتبره أي والحد القبله أي 1 x exponential x كأنما هذا نفس البارتيكولار انتجرال الكلي اللي هو هذا اللي هو هذا بس مجرد هذا اللي يخلوا لها نوت نفس الشيء اللي هو هذا هسه ايش نجي هذا طبعا اكو طريقه ثانيه نقدر منها انا راسا نطلع الاكسبوننشال عامل مشترك نقدر نطلع الاكسبوننشال عامل مشترك فايش يبقى اكس ناقص واحد كأنما الـ Rx يعني هذا هذا نفسه هذا كأنما الـ Rx يساوي exponential في polynomial exponential في polynomial بس نقارن هذا ويا complementary الـ Y complementary راح نشوف هذا الحد الاي نوت اكسبونينشال اكس يشبه هذا يشبه هذا وايضا هذا يشبه هذا الفرق بالثوابت معناه نفس الشيء فايش راح نسوي نضرب هذا الحد باكس لا زال عندنا هذا يشبه هذا يشبه هذا نهم نضربه باكس هسه هنا ماكو اختلاف ماكو تشابه بعد هذا هذن الحدود يختلفن عن ذن الحدود إذا شو نسوي نشتاق مرة نشتاق مرتين ونرد نعوض بالمعادلة الأصلية نطلع قيم الثوابت أي ون وأي نوت نعوضهم بالمعادلة النهائية اللي هي هاي يطلع بعدين نقول الواي يساوي كومبلمنتري زائد بارتيكولار انتجرال كومبلمنتري هذا والبارتيكولار انتجرال هذا والبارتيكولار انتجرال هذا